في وسط الدفاع والكرة خطيرة وركنية أولى لمنتخب الأردن. الكرات الثابتة صنعت الفارق في هذه البطولة لمنتخب الأردن، فريق متميز جدا على المستوى التكتيكي وفريق منضبط جدا مع المدرب البلجيكي من مواليد كازاخستان. هذه المرة كأس آسيا فاتت عنكم. 24 فريقا 11 منتخبا ازدادت فرص وفيهم للكأس. إنها البطولة الأهم على المستوى الآسيوي. اشترك الآن وشجع منتخبك العربي المفضل. ديربي وكرة عن طريق بهاء، تمشي الكرة من عبد الرحمن، يشوط كرة في وسط الدفاع والكرة خطيرة وركنية أولى لمنتخب الأردن. الكرات الثابتة صنعت الفارق في هذه البطولة لمنتخب الأردن، فريق متميز جدا على المستوى التكتيكي وفريق منضبط جدا مع المدرب البلجيكي من مواليد كازاخستان. هذه المرة كأس آسيا باتت عنكم. 24 فريق. هذه المرة كأس آسيا باتت عنكم. كرة عن طريق بهاء، تمشي الكرة من عبد الرحمن، يشوط كرة في وسط الدفاع والكرة خطيرة وركنية أولى لمنتخب الأردن. الكرات الثابتة صنعت الفارق في هذه البطولة لمنتخب الأردن، فريق متميز جدا على المستوى التكتيكي وفريق منضبط جدا مع المدرب البلجيكي من مواليد كازاخستان.